نعم، الأوضاع هنا في أمدرمان تبدو هادئة نوعا ما قياسا بالساعات الماضية، حيث شهدنا في صبيحة اليوم ومنذ الساعات الأولى لبداية سريان الهدنة التي كان القوات الدعم السريع كانت قد أعلنتها قبل يومين لمدة 3 أيام، ووافق عليها الجيش السوداني أمس بأن تكون هذه الهدنة لصالح المواطنين وتمكينهم لشراء حاجياتهم الأساسية المرتبطة بالمعيشة، ولكن تم خرق هذه الهدنة منذ الصباح الباكر، حيث كانت مدينة أم درمان تشهد أصوات مرعبة لقذائف تدوي في أماكن مختلفة من المدينة، خصوصا في الصباح الباكر من الناحية الشمالية لمدينة أم درمان في منطقة كرري. وكما يعلم الكثير بأن هذه المنطقة هي فيها الكثير من المناطق العسكرية التي تتبع للجيش السوداني. لم ترد معلومات بشأن هذه الاشتباكات، أين كانت وما الذي حدث بالضبط، ولكن المعلومات الواردة من منطقة أم بدة التي وقعت فيها واحدة من القذائف بصورة عشوائية في أحد الأحياء السكنية المكتظة بالسودان وهو حي أم بدة، أدى ذلك إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات. تم تشييع جثامينهم بعد ظهر اليوم بمقابر المنطقة. إجمالا كانت المتاجر قد بدأت في أن تفتح أبوابها في الفترة الصباحية، ولكن تجدد الاشتباكات سواء كان في أم درمان أو بصورة أعنف في المدينة المقابلة لأم درمان والتي يفصل بينها وأم درمان نهر النيل وهي مدينة بحري، حيث نشاهد من هنا أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من منطقة شمبات بالخرطوم بحري جراء هذه الاشتباكات. هذه المنطقة منطقة مأهولة بالسكان مهند؟ لم أسمع سؤال جيدا. المنطقة التي تتصاعد منها أعمدة الدخان وربما يرجح بأنه شهدت هي معارك حامية، هل هي مكتظة بالسكان؟ هل هي مناطق مأهولة بالسكان؟ نعم، هي مناطق مأهولة بالسكان، مناطق شمبات والحنفاية التي تقع في مدينة الخرطوم بحري، تتصاعد من هناك أعمدة الدخان بعدما أن حلق الطيران الحربي التابع لسلاح الجو للجيش السوداني في طلعات جوية متعددة تمر من هنا من مدينة أم درمان. وكما تعلمين فإن واحدة من القواعد العسكرية المهمة للجيش السوداني هي في منطقة وادي سيدنا التي تقع في الجانب الشمالي لمدينة أم درمان. هذه الاشتباكات المتجددة والتي يتم من خلالها اختراق الهدنة للمرة الثالثة على التوالي من طرفي النزاع الجيش السوداني والدعم السريع كانت مخيبة لآمال السكان هنا في مدينة أم درمان، والذين كانوا قد بدأوا في الحركة عبر السيارات وعبر الشوارع سيرا على الأقدام للوصول إلى أماكن تقديم الخدمات الأساسية من مخابز ومن متاجر مواد غذائية أساسية ومن محطات وقود وغاز الطبخ وخلافه، وبالفعل كانت بعض المتاجر قد بدأت بالفعل في تقديم هذه الخدمات الأساسية، ولكن تجدد هذا الاشتباك كما أشرت كان مخيبا لآمال الكثيرين الذين عادوا أدراجهم خشية. هل لاحظت موجات نزوح أو حركة نزوح مهند في المنطقة لديك؟ حركة النزوح كانت بشكل أساسي وأكبر قبل يومين واليوم الذي يسبق عيد الفطر المبارك. الآن الحركة تبدو قليلة جدا في الشوارع خصوصا بعد تجدد الاشتباكات، وخصوصا في هذا التوقيت الذي نتحدث فيه الآن الحركة قليلة جدا في شوارع أم درمان. كما تعلمين هنالك ضائقة كبيرة متعلقة بأزمة وقود خانقة يعاني منها السكان الذين لم يغادروا مدينة أم درمان كالآلاف الذين غادروها إلى وجهات مختلفة للمدن القريبة الآمنة جنوبي الخرطوم. هذه الأزمة الخاصة بالوقود كانت بسبب أن جميع محطات الوقود لم تعمل منذ يوم السبت الماضي، فبالتالي هنالك بعض المحطات
لدى السكان أمل في أن تعاود استئناف نشاطها. يعني يتم التواجد بصورة كبيرة من خلال طوابير طويلة للسيارات والدراجات البخارية أمام هذه المحطات منذ عدة أيام، ولكن هي الأخرى رغم وجود هذه الطوابير لم يعني تستأنف العمل بعد. هذه الأزمة الخانقة للوقود تجعل هي الأخرى حركة الشوارع محدودة للغاية، وبالطبع طبعا السبب الأساسي هو الخوف من هذه الاشتباكات وما يمكن أن تحدثه من خسائر في الممتلكات وفي الأرواح. الحصيلة الآن ترتفع بشكل كبير حسب ما تتوافد الإحصائيات من المنظمات الدولية والصحية ونقابة أطباء السودان، في ظل طبعا أزمة يعني خانقة متعلقة أيضا بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات التي في معظمها طبعا هي تم إغلاقها بالكامل، سواء كان تعرضت لقصف مدفعي أو سواء كان قد نفدت منها الأدوية والمستلزمات الطبية، والآن تعمل مستشفيات قليلة لا تتجاوز 23 مستشفى وفقا لنقابة الأطباء، تقدم خدمات صحية وعلاجية محدودة جدا تتعلق فقط بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى أو تقديم العلاجات والدعم الصحي لآلاف المرضى الذين تم إجلاؤهم من معظم المستشفيات الكبرى، وبطبيعة الحال هي متمركزة في وسط الخرطوم، تلك المنطقة التي أصبحت منذ السبت الماضي في مرمى نيران طرفي الصراع.